فيكم في بلادي الحبيبة قطر. اليوم أنا زاير مطعم دائماً أنا أتردد عليه، مطعم هريس الوالدة، متخصص في الأكل اليمني. حياكم معي. اسمك بالخير؟ جاسم. جاسم؟ ونعم ونعم يا جاسم. جاسم طبعاً قاعد يسوي لنا الخبز على الطريقة اليمنية الأصلية ما شاء الله. لطيف طبعا هذا المقلقل لحم قاعد يسويه، وهذا الكبده، وهذه السلته، والفحسه هنا. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. طبعاً من أحلى الأشياء وعلى ضمانتي أحلى هريس في قطر هريس الوالدة، ما شاء الله عندهم أحلى هريس. كبدة مقلقل طبعاً الهريس أحلى هريس صانة صراحة ذكتها في قطر عندنا. ما شاء الله شوفوا الخبزة، شوفوا الأكل اليمني الأصلي. يا سلام عليك. هذه الحلبة مع السلتة. هذه الحلبة تحطونها مع السلتة. أنا من زوار هالمطعم دائما أتردد على هالمطعم. شوف الدهنة ما شاء الله، شوف ولا غلطة الهريس. هاي قال له يا سلام يا سلام. طبعا ايام رمضان ما شاء الله انا دائما اطرش الدريو اللي يجيب لي من هالهريس، بس شنو اقول لكم، هني يبي لك ساعتين لين يجي لك الطلب من كثر الزحمه ما شاء الله على مطعمهم. نجرب هالخبز اللذيذ هاي ما شاء الله. شوف الخبز شلون. فنانين بكل معنى الكلمه هالناس، صدق طباخين. فحسه نجرب الحين المقلقل. طبعا تعرفوني انا لازم كل شيء ليمون. صغر اللقمه يا عنتر. ايوه فنانين هالطباخين ما شاء الله عليهم اليمنيين، شطار شطار. الاكل اليمني لذيذ. شفتوا انتوا السلته هاي اول مره اجربها، بس اللي حطوا عليها حلبه، بس شنو نار نار وشرار. السلته صراحه خطيره. تسلم ايدك يا جاسم، تسلم ايدك. طبعا هاي من الاشياء المشهوره عندهم في مطعم هريس الوالده، اللي هو المظبي اللي يسوونه على الحجر. شنو البهارات اللي تحطونه مع المظبي؟ ملح فلفل ابيض. بس ملح فلفل ابيض. من الاشياء المشهوره عندهم المضغوط دجاج. يا سلام. Thank you.
هذا ملك الأطباق المضبي. يا سلام مضبي الدجاج، شفتوه شلون كان يسوونه على الحجر؟ هذا ولا غلطة؟ هذا حاشي مكموت حاشي، هذا مكموت حاشي. أنا صراحة ما جربته من قبل. هذه شواية صح؟ أيوة. ما شاء الله. إنزين ترى ما شاء الله، بس كفاية الله الله يخليكم. يا سلام شوفوا شلون متبلة من داخل، أكيد على العاد. ما كنت أدري عن هالدجاج إنه لذيذ ذي، الحين عرفت الحين. صراحة الشواية ولا غلطة، تتبيلتها صراحة نار نار وشرار. طبعا الشيف جاسم يقول لي هذا مكبوت حاشي، أنا عمري ما جربته صراحة، فبجربه الحين. لحمته دايبة على كيف كيفك والله. طبعا هاي لازم هالمضبي لازم تاكله بيدك. مضبي ولا غلطة ما شاء الله. ما شاء الله اهل اليمن معروفين بالكرم، وتشوفوني انا متين يبولي المطعم كله كامل عشان اجربه. ما شاء الله عليهم، ما اهل اليمن معروفين بالكرم. والحين لازم طبعا نحلي بالعريكه والمعصوب. يعطيك العافيه شيف جاسم، ما قصرت. شكرا سعد. نبي الشاي اليمني الاصلي. يا سلام يا سعد، عطنا صبه كذي. ايوه يعطيك العافيه، شكرا يا سعد. بسم الله. يا سلام شاي يمني مضبوط. طبعا العريكة اللي هو الخبز الأحمر مع التمر مع قشطة ومكسرات وعسل وجبن، يعني موضوع. يا سلام يا سلام. طبعا المعصوب معروف بالخبز الأحمر بعد والموس والقشطة وطبعا العسل والمكسرات. شوف الحين نجرب، قول بسم الله وتختمها بالشاي اليمني اللي على كيف كيفك. وعاشوا أهل اليمن. هلا وغلا فيكم، أنا في مكان مميز ومطعم مميز في كتارة، كتارة الجميلة، مطعم بيت التلة، حياكم الله. مثل ما تشوفون وصل الأكل الجميل. تدرون أنتم المطبخ اللبناني مشهور بالمزة، سلطات طبعا الفتوش، وعندكم الفتة، وعندكم سلطة الشمندر، وعندكم الفلافل هني والحمص والبابا غنوج، وطبعا الصحن المشاوي المشكلة. وما ننسى طبعا من الأشياء اللي مشهورين فيها في مع المزة اللي هي الجوانح اللي بالثوم الحامر. طبعا نبتدي بسلطة الشمندر، وأنا أي شيء فيه جبن أحبه صراحة.
والله ما أدري شنو الصوص اللي حطينا فيه، بس صراحة وايد حلو. حطي شوي من الفتوش، جرب الفتوش. نلحق على الفلافل مدام هي حارة، غطسها للطحينة. سمعتوا القرمشة شلون؟ كريسبي، شيء عجيب صراحة، وايد طعمها حلو. هالفلافل تقدر تقول له يا سلام يا سلام. الحمص الجميل من أكثر الأطباق طبعاً في المميزة في المزة اللبنانية. حمص، نأخذ من الحمص شوي من زيت الزيتون، يبين من زيت الزيتون من لونه أصلي على كيف كيف. قول بسم الله. يا سلام يا سلام، حمص ولا غلطة، أعطيه 10/10. طبعا ما يحتاج امدح انا المشاوي اللبنانيه مشهوره يعني انها لذيذه. جربوا ياكم الكفته. جوسي وحلوه ما شاء الله، بهاراتها عجيبه. ما شاء الله المشاوي كلها اللحم فريش وطعمه لذيذ وجوسي. مثل ما شفتوا المطعم ما شاء الله عنده أحلى إطلالة، إطلالته روعة وجميلة ما شاء الله. الأجواء هني جدا وايد حلوة. أنصح الجميع بزيارة المطعم، ونشوفكم في حلقة ثانية.